الوضع أصبح كالتالي: في شخصية غامضة عايزة تشتري أراضي السكان المحليين لسبب غامض. على الناحية التانية عندنا مشكلة في زراعة الشجر في الغابة مكان الحريق، لأننا أولاً محتاجين مية لري الشجر، وثانياً محتاجين شجيرات نزرعها، والسبب ما نعرفوش، كل الشجر اختفى من السوق. عملت تحريات عن الشخص اللي اشترى المشاعل اللي تسبب في حريق الغابة، ولقيت 5 أشخاص مشتبه فيهم اشتروا مشاعل من نفس النوع، وللأسف ما نقدرش نحدد مين فيهم اللي تسبب في الحريق. ممكن نسألهم ونعرف مين فيهم كان موجود هنا وقت ما بدأت الكارتة. على ما نحدد مكان كل واحد فيهم ونستجوبهم هيمر وقت كبير جدا. بس في طريقة تانية ممكن تضيق نطاق البحث. الشخص اللي كان بيتعامل مع السكان المحليين وبيطلب منهم شراء الأرض كان راكب عربية ثابت الأثر ده، وبالبحث في قاعدة بيانات رامي اتوصلت لثلاث أشخاص عندهم نفس النوع من العربيات وكانوا موجودين في النطاق ده الفترة اللي فاتت. عندنا تطابق يا جماعة، نفس الشخص اللي اشترى المشاعل ده عنده نفس نوع العربية. ايه ده؟ احنا قدرنا نحدد المجرم؟ خلونا نشوف هو مين. ده اسمه وبياناته هاي. بس نقدر نوصله ازاي؟ ممكن اطير انا ورامي ونمسح المنطقة، بس كده هنحتاج وقت كبير. ممكن نراجع سجلات الشرطة ونعرف عنوان المجرم. الشخص ده اشترى مشاعل عن طريق فيزا بنكية زي ما انت قلت لي يا رامي. لو تتبعنا الفيزا نقدر نعرف بيانات مفيدة. ثانية واحدة، فعلا اشترى الحاجات اونلاين، وبعض الحاجات راحت على العنوان ده. احنا جامدين قوي، وصلنا لوكر العصاب. علشان نستجوب الاشرار محتاجين الغبار السحري. هنضم الفريق نور في البحث عن المجرمين، وانا وزهرة هنشوف موضوع الغابة اللي محتاجة تتزرع من جديد. حددنا 10 أماكن منسوب المياه الجوفية فيهم قريب ومناسبين لحفر البير. إيه أحسن موقف العشر أماكن دي؟ محتاجين البير يكون في وسط الغابة لسهولة نقل المياه للشجر، كمان محتاجين إنه يكون في مكان قريب من السكان عشان يقدروا يستخدموه في حياتهم وما يبعدوش عن الغابة. ومهم جدا نختار موقع سهل الحفر، لأني لقيت تربة صخرية في بعض المناطق. دي النقطة اللي تنطبق عليها كل المواصفات، واحنا جاهزين للعمل. هي دي العربية اللي كانت في الغابة؟ ايوه هي. يعني صاحبها هو المجرم اللي بندور عليه؟ ده هنحدده لما نستجوبه. انتوا بتعملوا ايه جنب عربيتي؟ انت ليه طلبت من السكان المحليين يبيعوا اراضيهم؟ ولا انت مين وبتسأل بأي صفة؟ وقت الغبار السحري كده هيقول الحقيقة. انا شغال مع الرجل اعمال بيطفالي فلوس كتير عشان اساعده، بس ما اعرفش ليه مصمم يشتري الاراضي دي. مين هو رجل الاعمال ده؟ ما اعرفش، بس بقابله كل مره عند مخزن قديم على اخر الغابه. تعال معانا ورينا مكان المخزن ده. انتهينا من حفر البير والميه زهرت العمق قريب. عندي أخبار حلوة. إيه ده؟ شجارة لقيتها بتتباع في مكان بعيد. ده نفس نوع الشجر الغابة. كنت عاوز أتأكد إنه نفس النوع عشان أشوف عدد الشجر المطلوب وأروح أشتريه. المنطقة اللي اتحرقت محتاجة مش أقل من 2000 شجرة. فعلا في الحدود دي. نص ساعة أروح أجيب الشجرة وأرجع. ده المكان اللي كنت بقابل فيه الراجل الكبير. مفيش حد حوالينا. هو مش مقيم هنا، بس واضح انه بيجي يخلص شغله المشبوه ويختفي تاني. يعني هنفضل مستنيين؟ بما ان المكان ده ملك للراجل الكبير، معنى كده ان اي اثر هنا هيكون خاص بيه.
الورقة دي ورقة تحليل لعناصر التربة، مكان العينة هو الغابة، والتحليل بيقول إن أرض الغابة فيها منجنيز ونحاس وعناصر تانية قيمة. علشان كده كان مصمم يشتري الأرض. افتكرت، كان دايما يقول إن الأرض دي مليانة خير كتير. الورقة دي هتروح للراجل الطيب اللي عايش في القبيلة، وبكده يقدر هو وأهله يستفيدوا من كل الخير الموجود في أرضهم. نجحنا في مهمتنا والحق رجع لأصحابه. احنا ولاد الهوى والنار، حراس للوادي وللغاب، مش هنسيب نار الشر، مش هنسلم لأي خراب، بإيدينا الكون يفضل وعمر الأرض تملي شباب.